في مثل هذا اليوم أحداث عديدة تزامنت مع يوم 21 من ديسمبر عبر التاريخ، نبدأها من عام 1879 حين قدم العالم الأمريكي من أصل سويدي توماس إديسون أول عرض للمصباح الكهربائي المتوهج. وفي اليوم نفسه في عام 1914 شنت ألمانيا أول غارة جوية على بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى، بعد أن دعمت قوات المشاة البريطانية الجيوش الفرنسية في معركة المارن ضد ألمانيا. وفي عام 1949 تم إعلان قيام جمهورية ألمانيا الفيدرالية في ألمانيا الغربية وعاصمتها مدينة بون، وتأسست كجمهورية متحالفة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في مواجهة ألمانيا الشرقية التي كانت متحالفة مع الاتحاد السوفيتي. يوم 21 من ديسمبر تزامن أيضا مع انتخاب شارل ديغول رئيسا للجمهورية الفرنسية في عام 1958 ليصبح أول رئيس في الجمهورية الخامسة. وفي عام 1966 حطت المركبة السوفيتية لونا 31 على سطح القمر وبدأت في تحليل مكوناته. وعقب ذلك بعامين وفي يوم 21 من ديسمبر أيضا أطلقت الولايات المتحدة صاروخ أبولو 8 وعلى متنه 3 رواد فضاء أمريكيين إلى مدار حول القمر.